بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أبناء طلاب الصف الرابع الابتدائي في ابتدائية تبوك النموذجية الأهلية. أحييكم وأرحب بكم مع مستهل هذه الحصة، حيث نستكمل معا شرح الوحدة الثالثة آداب وواجبات لمادة لغتي للفصل الدراسي الثاني. توقفنا في الحصة الماضية عند حل تدريبات مراجعة مكتسباتي السابقة عند السؤال رقم 2، حيث قمنا بتوصيل الكلمات المناسبة. والآن ننتقل إلى السؤال التالي، حيث أضع الكلمة المناسبة في المكان الخالي في الجدول أمامي. أضع الكلمة في جملة مفيدة حسب نوعها مسترشدا بالحقل الأول. الآن عندي مجموعة كلمات: اجتمع، أولاد، في، مكتبة، من. هذه الكلمات إما أن تكون فعل أو تكون اسم أو تكون حرف. الجملة الموجودة عندك، سواء كانت الجملة نريد فيها اسم أو نريد فيها فعل أو نريد حرف. الجملة الأولى تقول: فراغ مطيعون لآبائهم. الكلمة المناسبة هنا سنأخذ كلمة أولاد. الأولاد، نقول الأولاد مطيعون لآبائهم. الجملة التالية تحتها: فراغ المدرسة كبيرة. لابد أن نأخذ كلمة مكتبة المدرسة كبيرة. الفعل أيضا نحتاج من هذه الكلمات الموجودة ليجتمع أولاد وفي ومكتبة ومن، نحتاج إلى فعل. ما الفعل في هذه الكلمات كلها؟ هو كلمة اجتمع. نأخذ كلمة اجتمع نكتبها في جملة: اجتمع الطلاب في الفصل، وهي مكتوبة. أما بالنسبة للحروف فعندنا حرفان هما في ومن. الجملة: القلم فراغ الحقيبة. الكلمة المناسبة ستصبح كلمة في. خرج أخي فراغ البيت. الكلمة المناسبة سوف تصبح كلمة من البيت. ننتقل إلى التدريب التالي. أستخرج من النص فعلين ماضيين ومضارعين وأمرين وأضعهما في جملة مفيدة. من النص اللي قرأناه سوف نستخرج فعلين ماضيين، ونستخرج فعلين مضارعين، ونستخرج فعلين أمر، ونضع كل فعل من هذه الأفعال التي نقوم باستخراجها في جملة من إنشائه. النص مليء بالطبع كما تعرفون بالأفعال. سنأخذ مثلا فعلين ماضيين: اجتمع وفكر. نستطيع أن نضعهما في جملة فنقول: اجتمع أهلي في البيت. وأنت بإمكانك أيها الطالب النجيب ألا ترتبط بالجملة الموجودة أمامك، بل تستطيع أن تأتي بجملة من إنشائك أنت، فتقول: اجتمع أهلي في البيت، أو فكر الطالب في حل المساء. فعل مضارع ممكن نأخذ: أريد ويندم، موجودان في النص أيضا، وتقول: أريد أن أجلس، أو يندم المهمل على عدم اجتهاده. فعل أمر ممكن نأخذ: وضح وبين، وجاء أيضا في النص السابق، ونقول: وضح كتابتك أيها الطالب، بين سبب تأخرك يا معاذ. لا تنسى أيها الطالب النجيب أن تتذكر أن الفعل ينقسم من حيث الزمن إلى 3 أنواع: إما أن يكون فعل ماضي، حدث وقع في الزمن الماضي ولا يمكن تغييره، عندما نقول: أكل، خلاص أكل وانتهى، شرب، شرب وانتهى، كتب، كتب وخلص، ما نقدر نغير الفعل لأنه انتهى قبل زمن التكلم. أما الفعل المضارع فهو ما يدل على الزمن الحاضر والمستقبل، يعني موجود معي الحين ومستمر، مستمر بعد زمن التقدم أو بعد زمن التحدث. فتقول: يكتب، هو الحين يكتب ومستمر يكتب، فيمكن إيقافه، يمكن تغييره، يمكن تعديله. أما فعل الأمر فهو ما يدل على طلب وقوع الفعل في المستقبل، من يعني لسه باقي ما حصل، اكتب، اسمع، اسكت إلى آخره. يصبح فعل الأمر إذن هو الفعل الذي لم يحدث بعد. بهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم في هذا الجزء. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى لاستكمال هذه التدريبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.